مساء الخير مجددا معكم من قاعه سانت ديمرجان بالنقاش. مباراه منتظره بين رياضي بيروت والوحده السوري، بطل لبنان مع بطل سوريا. مباراه يمكن راح يخوضها امير سعود بوجه فريق الوحده السوري اللي كان من فتره مش بعيده عم بيقود فريق الوحده لاحراز لقب سوريا. خلينا نقول يعني شريف، اليوم امير بمواجهه ضد فريقه يلي قادوا ليحرز، كيف راح تكون المواجهه؟ اكيد ما لها سهله علينا، وبالنهايه كمان لعبنا مع بعض، فكمان نقدر شوي نعرف كيف طريقه بيلعب فيها. بس امير لاعب كبير، يعني قد ما كنت بتعرف حيضل عندك مشكله معه. بهمنا الجيم تطلع منيحه، نطلع بمنظر منيح اليوم، لانه احنا متاهلين بكل الاحوال، تركيزنا على السيمي فاينل اكثر. بس اكيد جيم اليوم لازم نعمل جيم منيحه. بدي اقول جود لك لفريق الرياضي والامير بالاخص، اكيد لفريقنا. يلا جود لك، ثانك يو لك. يعني امير اول مواجهه لك ضد فريق الوحده السوري، الوحده يلي انت ساهمت بشكل كثير كبير ليربح بطوله سوريا، كيف شايف هالمواجهه؟ مواجهه كثير حلوه. لما جينا اول مره والتقيت فيهم كنت فرحه كثير كبيره عند الطرفين. اي ثينك فريقهم كثير منيح، لازم يقدموا صوره حلوه. انا بوثق فيهم للشباب ولعبان معهم وبعرف قدراتهم. نحن كرياضي بدنا تو بروف قد ايه نحن جديين بالمشاركات اللي عم نخوضها، وبدنا كمان نحضر حالنا لبطوله وصل اللي كمان حنلعب ضدهم. يعني كثير مهم اليوم، قد ايه حاسس انه اليوم هيدي الدوره ساعدتكم، خصوصا انتم ما لعبتوا لا بطوله عرب ولا بطوله الدوحه؟ اكيد بطوله مهمه، بنكون عم نتمرن، عم نلعب جيمات، عم نحتك، عم نتعرف على بعض اكثر، عم ناخذ الرولز تبعولنا، عم نقسم هيدا الشيء مع الكوتش. منا سهله، سيزن كثير طويل، بدنا نبلش بلد عسي راسها بطريقه كثير منيحه كرمال نقدم احسن ليفل لهالموسم. اخر سؤال، شو بتقول لجمهور الوحده اللي بده يتابعك اليوم؟ ولا شيء، بقول لهم بحبكم كثير والله يكون معكم وكونوا فريقكم، وعن جد الشباب بيبيضوا الوش وبعقدوا ونشوفكم قريبا. يلا ثانك يو لك. لكن استمعنا لامير سعود كابتن نادي الرياضي بيروت وكابتن الوحده السوري. المباراه راح نتابعها نحن وياكم اكيد مع راوي سيبا وجورج عيد. ثانك يو لكم. شكرا لك زميلنا نمر جبر. مثل ما قلت لكم انا والمدرب جورج عيد راح نكون معكم مباشره من سانتر اكباليان او سانت ديمرجان بدبي، حيث المباراة المنتظرة بين الرياضي بيروت بطل لبنان والوحدة السوري بطل سوريا. فيرست فايف عند الرياضي بيروت كريم زينون، علي منصور، ساني سكاكيني، وائل عرقجي، وعلم الدين كيكانوفيتش. بينما الناحية الثانية شريف العش، مجد عربشة، محمد قوطة باشي، مجد الدين محي الدين عفوا قصبلي، وعمر ادلبي، طبعا المدرب مروان خليل. بلش المباراة من دون الثنائي الاجنبي جومارو براون وايزاك بانكس. كيف بتشوف اول خمسة عند الرياضي واول خمسة عند الوحدة كوتش جورج عيه؟ اول شيء كمان عم ببلش بتشكيلة مختلفة، الكوتش اليوم احمد يموت تميتنا بالشفاء العاجل لابنه لاحمد فران، اضطر يجي على المباراة ويفل بعد ما وقع ابنه. اكيد اكيد سلامة قلبه وان شاء الله ما يكون شيء مهم او خطر. عم ببلش رياضي بتشكيلة مغيرة جدا، وفريق الوحدة عم ببلش بالتشكيلة يلي قدرت عملت كل الفرق مع فريق NSA يلي هي ربحت فريق NSA بالثواني الأخيرة. فلنشوف اليوم كيف بدها تكون التبليشة، لنشوف اليوم كيف بدها تكون الانتنسيتي، وقديه رح يكون اجريسيف فريق السوري، لانه بعتقد الطريقه الوحيده اللي بيقدر الفريق السوري اليوم يضل بالمباراه هي دفاعه. بدنا نشوف اول جامبول بتروح طبعا للوحده السوري. عمر ادلبي، عمر لشريف، شريف شريف قصبلي، ارجع الكره عمر ادلبي، عمر على الثري بوت، عمر ادلبي بيحصل على خطا من ساني سكاكيني. ثلاث تسديدات لعمر ادلبي. طبعا مباراة منتظرة من كل الصعد، ان كان بطل لبنان وبطل سوريا، اثنيناتهم ربحانين كأس، كان رياضي بيروت مرتين والوحدة السوري مرة واحدة. عم شوف عمر ادلبي
ما بينجح بالأولم. طاقم تحكيم لبناني جورج سعد، زياد طنوس وريشار الحج، وايضا الثاني ما بيسجلها عمر ادلبي. لنشوف الثالثه المدرب مروان خليل وتعليمات، وايضا ثلاثتهم خارج ما بينجح ولا اي وحده. علي منصور، علي عم يلعب بالرقم 6 اليوم مش 10. علي، علي منصور ميد رينج شوت، علي منصور بيسجل اولى نقاطه بالمباراه. شريف، ماجد، ماجد عربشه، ماجد، عمر مره جديده لماجد، عمر ادلبي عم بدافع عليه كريم زينون، ماجد، ماجد بيروح على الباسكت بس على خطا من مين؟ خطا على كريم زينون. تسديدتين. كيف مبلش مدرب مروان خليل؟ كيف مبلش احمد يموت طريقه دفاعهم؟ لانه اكيد الرياضي شافوا مرة الماضي انه الوحده السوري كثير اجريسيف اون ديفنس، عم يبلش بتو بوينت جاردز تيقدروا يطلعوا طابه مرتاحين. وقال اكيد از ا فيري جود سكورر، وحدو علي منصور بيقدر يشيل البريشر عنه. سو بهيدا الوقت اكيد المدرب احمد يمود بالوقت الحالي دفع بلاعبين اثنين بوينت جارد كرمال يقدر يشيل كل البريشر عن الكل. وعم نشوف هون ستيل من علي منصور، هيدا اللي كنت عم بحكي عنه. علي منصور لكريم زينون، كريم، كريم لوائل، وائل عرقجي، خطا من كاسابيلا كانوفيتش، خطا الاول. عم نشوف ايضا بيرجع بيدخل ايزك بانكس اجنبي الوحده السوري. طبعا مدرب مروان خليل عم بجرب اللاعبين قبل بطوله وصل وايضا دوري سوري. وائل عرقجي، وائل لكريم زينون، كريم بيقطع عمر ادلبي، كريم زينون لوائل ايضا عم بدافع عليه. وائل عرقجي الميد ديستانس ما بيسجل، ريباوند لمين؟ بيرجع لعلي منصور، علي لوائل عرقجي، وائل عرقجي بيروح على الباسكت وايضا ما بيسجل. كيكانوفيتش تحت السله فهو اللي بيسجل. عم نشوف مجد عربشة، شريف، شريف قصابلي، مجد بيروح على الباسكت، مجد فلوتر حلوه بيسجل. طبعا اثنين اربعه، كيكانوفيتش بس على خطا وما بيسجل، خطا على كاسابيلي، خطا الثاني، خطا الثاني على محي الدين كاسابيلي، خطا الثاني سريعا تو فاول. سريعين كثير، بعتقد حمشو حيكون البديل. دين كيكانوفيتش فرصه نزيد الفارق، كيكانوفيتش ما بيسجل، بيسجل اولي. وبيسجل ثانية، 6-2 تقدم نادي الرياضي بيروت. مجد بدافع عليه وائل عرقجي، ايزاك بانكس، عمر ادلبي، كاسابيلي. عم نشوف بانكس عم يدافع عليه السكاكيني، بانكس، ايزك بيروح على تحت السله وبيسجل. ايزك بانكس اربع نقاط. علي منصور، كريم، كريم زينون، كره مقطوعه حلوه كثير، مجد عربشه، عمر ادلبي بيحصل على خطا، بيحصل على خطا، تمريره ولا اجمل كانت من مجد عربشه، والخطا من كريم زينون كان ارتكبه على عمر ادلبي. وتجديدتين، وعبد الوهاب حموي عم يتحضر للدخول، بيدخل بدل من كاسابيلي اللي عنده خطأين. بعتقد
نكبل باس لانه عارف كان كريم زينون على الاوبن كورت بيروح وبيجيبها للطابه، بيطلع بيعمل البلوك شوت بطريقه كثير مرتاحه. سو اشعل للاعب التيم ميت تبعه راكد وراه قدر كبل له النو لوك باس لورا واخذ الفاول. عم نشوف فول سلسله الرميات الحره بعدها مكمله. هيدي الرابعه لعمر قدلبي ما بيسجلها، وايضا الخامسه، خمسه برا علي منصور. كريم زينون لعلي، عم بدافع عليه مجد. علي منصور ما بيسجل، ريباوند للسكاكيني، ثاني سكاكيني حلوه من ثاني، اولى نقاطه بالمباراه للسكاكيني. 8-4 عم تقدم الرياضه. بانكس، بانكس عم يلعب عليه للسكاكيني، كمان بيخسر الكره، تورن اوفر. فرصه لفريق رياضي بيروت انه يزيد الفارق اكثر من اربعه. علي منصور، وائل عرقجي عم بدافع عليه شريف. وائل ثاني بروح على الباسكت، ثاني مضايقه من حموي، يعني عبد الوهاب حموي مشكله لاي مهاجم. اكيد اكيد، بمجرد انه يوقف ويعلي ايده تحت الباسكت بتصير اجباري الشوطه تكون فلوتر، والفلوتر مثل ما بتعرف البرسنتج تبعها كثير واطيه. سو اكيد ريم بروتكتر بكل ما للكلمه من معنى. مجد، مجد عربشه، بانكس ساتر على الكره قبل الزون، بانكس تمريره تسرع طبعا مجد عربشه. علي منصور، علي كيكانوفيتش، وايضا تسرع من ميل الثاني، لكن تبقى الكره لنشوف اذا دقت باجر اللاعب السوري او لا. 8-4 رياضي عم يتقدم، 5 دقائق و40 ثانية على نهايه الربع الاول. رياضي مبلش مباراه من دون اللاعب امير سعود، وهون كيكانوفيتش بيلعب على الحمو. ذكي كثير، ذكي كثير كيكانوفيتش، بيلعب بجسمه الكره وتكنيك عالي تبعه لكيكانوفيتش، بيقدر يهرب من حموي. شريف عبد الوهاب اكل 3 بوينت، عبد الوهاب وبيسجل ايضا، ولنقاطه بيختار عن اكل 3 بوينت. 10-7 بقلص الفارق، عم يتحضر للدخول اسماعيل احمد. ثاني حلوه كثير، لكن الذكي ايضا على الدفاع شريف العش، وخروج السكاكيني ودخول بدلا منه اسماعيل احمد. لنشوف اسماعيل كوت جورج. اسماعيل بده يحاول يسحب يسحب عبد الوهاب حموي لعنده، او العكس بده يحاول كيكانوفيتش يسحب عبد الوهاب الحموي لعنده ويفضي اسماعيل، رح يصير عندهم اكثر بريزنس تحت السله، وهذا رح نشوفه هلا على اكيد. شفنا اول باس من اسماعيل، ايضا باس كثير حلو لكيكانوفيتش، لكن ما قدر يعمل كنترول كيكانوفيتش. استبدال طبعا رطوبه. 10-7 علي منصور، وائل عرقجي، وائل عرقجي بيختار ميد ستانس، وائل عرقجي وبيسجل ايضا، ولا نقاطه للعرقجي عن 2 بوينتس، فرق بيطلع لخمسة. بانكس، مجد عربشة لبانكس، عم بدافع عليه اسماعيل احمد. بانكس ميد رينج شوت، بانكس ما بيسجل. ريباوند بيرجع للرياضي، كيكانوفيتش لاسماعيل، بيرجع لوائل، عرقجي لكيكانوفيتش، بيروح على الباسكت كانوفيتش، بيحصى على خطا من شريف العش قائد نادي الوحده السوري. خروج علي منصور ودخول امير سعود. امير سعود اللي كان له شو قله، بلش مدرب الرياضي احمد يموت هلا حاليا يبلش يكبر الروتيشن اكيد تيريح وتيخلي كل لعيبته فراش. نشوف كان إصابة على سلامة لكريم زينون اللي
اصطدم بعبد الوهاب وحموي ووقع ورا الاعلان. كان عم شوف ثلاثيه لكريم زينون والفريق عم يطلع 15-7-8 نقاط وتايم اوت سريع للمدرب مروان خليل. عم تشوف كان في مزح بين عبد الوهاب حموي ووائل عرائجي. تايم اوت سريع لمروان خليل لملم النادي الرياضي مثل الوحده السوري مثل ما بيقولوا. اكيد الكوتش بده يرد الدفاع تبعه على الاجريسيف ديفنس اللي كنا معودين عليه من الوحده السوري. ما عم بيحطوا بريشر بالطريقه الصح، مضيعين الهلب، عم بيجي مؤخر، عم بيلملموا كثير عليهم اوفنسيف ريباوند، عم بياخذوا وايد اوبن شوتس، مرتاحين كثير فريق رياضي. اكيد بالوقت الحالي عم نشوف كوتش مروان منفعل على التايم اوت، عم بجرب يوعي يعطي موتيفيشن فريقه ويجرب يرده على السكه الصحيحه. من ناحيه ثانيه المدرب احمد ياموت عم يعطي كمان تعليماته. 15-7 مباراة طبعا منتظرة. عم نشوف 8 ريباوندز للرياضي مقابل ريباوند واحد لفريق الوحدة. تفوق واضح طبعا من ناحية الريباوند. خلينا نقول كمان لكل محبي الدوري اللبناني لكرة السلة، ب 18 شهر انطلاق الدوري اللبناني لكرة السلة. طبعا مباريات مريم هوبس طبعا محل السبت هومنتمن ضد بيروت، وايضا اس اي ضد الحكمه، ناطرنيك بيلعب ضد شانفيل باول جوله، والمعهد الانطون ضد دينامو، وميروبا ضد الرياضي بيروت. طبعا وان ثري وان لفريق الرياضي عم بيفاجئ فريق الوحده السوري، عم بيحاول تسجيل ثلاثية أيضا للوفد الجديد لنادي جومارو براون أمريكا نادي الوحدة. وائل عرقجي، وائل لأمير، أمير بيقطع من شاط أمير السعود، تخرج وبتطغى وخطأ عفوا وفاز بريبر لكانوفيتش وخطأ على آيزك بانكس. تسديدتين لكيكانوفيتش صاحب النقطتين مباراة اليوم، بيسجل الثالثة. وأيضا 2-2 أربع نقاط لكيكانوفيتش. عم تشوف أجنبيين من الوحدة السورية صاروا عرض الملعب عم بروح كثير حلوه ولكن ما بيسجلها. وائل عرقجي، اسماعيل احمد، اسماعيل باس ممتاز كيكانوفيتش، وايضا هلب دفاع قاسي دفاع الوحده السوري، دفاع كثير قاسي من الوحده السوري سبيشلي من الحموه. دغري اجى من الاجنبي جومارو براون، جومارو براون طبعا. وائل عرقجي لامير، امير ايكل 3 بوينت، امير سعود ما بيسجل، ريباوند ايزك بانكس بالعالي، جومارو براون، جومارو ايزك بانكس بيلعب على اسماعيل احمد، ايزك ايكل 3 بوينت، شريف بيسجل على البورد، شريف على ايش ونقاطه بالمباراه، بيختار ايكل 3 بوينت وبقلص الفارق قبل دقيقتين و40 ثانيه عن نهايه الربع الاول 13-17. امير، امير سعود دفاع عاصم من جومارو براون، تسديدتين لامير سعود، دخول هايك بدلا من اللاعب كيكانوفيتش، طلع يرتاح كيكانوفيتش، دخل هايك بدلا منه، ممكن يستفيد يطلعوا على الحمو اسرع منه. ايه اكيد هلا عم بيلعب باسماعيل وبهايك، صارت الروتيشن، صارت اللاين اب بالرياضه اسرع. يعني هلا اذا حموي بده يطلع
اسماعيل ليدافع عليه، اسماعيل بيقدر يلعبه من برا لجوا، نفس الشيء اذا عم يدافع هايك كمان بيقدر يلعبه من برا لجوا. سو اكيد هلا حاليا صار فريق رياضي اسرع على الهجوم، بينما صار عنده الوحده مس ماتش على الدفاع، الا في حال رياضي يلقلب زون 2 3 او 1 3 1. لنشوف اخر دقيقتين رح يقلب كوتش احمد يموت. اذا كمان عم نشوف دخول جومارو براون على الارض، اسماعيل احمد بيعمل ستيل والعراجه عم نشوف كوتش مروان خليل عم يحتاج. تكنيكال فاول على كوتش مروان خليل، عم يتحضر هذا الدخول علي منصور بدلا من وائل عرقجه. بيسجلها امير سعود، ثلاث نقاط لامير. شوف صوت المدرب مروان خليل شو كوت جورج؟ اكيد مدرب مروان هلا بحط ضغط على الحكم، لانه اعتبر انه المصفره للفريق وتصفرت ذاتها للرياضه. عفوا سو حاول يحط ضغط على الحكم بالوقت الحالي. لنشوف اسماعيل احمد بيختار اكت 3 بوينت ما بيسجل. جومارو براون والهاندلر حلو جومارو براون لهلا. حموي عبد الوهاب كمان مسوع الكره من اسماعيل احمد، بيرجع بيستردها مجد، بيروح على الباسكت مجد عربشة. حلوه كثير يا مجد، الله يسأل خير. تمريره سريعه كريم زينون، سريعه من كريم زينون، فرق خمس نقاط. بيرجع شريف جومارو براون، بيروح على الباسكت جومارو براون، بيسجل جومارو براون، خمس نقاط لجومارو براون. دقيقة وعشرين ثانية عن نهاية الربع الأول. علي منصور فرق ثلاث نقاط. كريم أمير ميدان شوت، أمير سعود ما بيسجل، ريبوند شريف. حموي عربشة مجد، كيف راح يتصرف مجد عربشة؟ بيقطع عن أمير سعود وأيضا بيقطع الكرة. كريم زينون فاست بريك سريع، علي منصور بيحصل على خطأ من شريف العش. 50 ثانية، مباراة صارت سريعة بهاللحظات كوت جورج. اكزاكتلي قلت لك فوت دفع بهايكو باسماعيل عم يلعبوا از فور واز فايف، سو صار الرياضة أسرع بالوقت الحالي إلى جانب أكيد علي منصور وكريم زينون. سو أكيد بالوقت الحالي بده يسرع تمبو المباراة بوجود الحموي على أرض الملعب، بده يحاول يسبق الحموي يوصل على السلة بالفاس بريك. عم نشوف بعده كوتش مروان عم بحط ضغط، هيدي وحدة من التكتيكس يلي بيتبعها المدرب. أكيد المدرب ما بده يعمل حلا، حيلا شيلها ينشحت لبرا، لأنه بأي تكنيكال هلا بيصير برا الملعب، بيصير برات الملعب. بعده عم بحط ضغط تقد ما بيقدر يعمل كومباك ويعطي حافز للاعيبته. طيب نجح لهلا، ثلاث نقاط نزل الفرق. عم نشوف كنا كمان خروج شريف قائد الفريق ودخول بدلا منه عمر ادلبيب. 17 20 علي منصور عنده فرصه ل يوسع الفريق لاكثر من ثلاثه، بيسجل اولي علي منصور، رقم جديد لعلي منصور اليوم 6 بدل 10. اسماعيل احمد بيعمل اوفنسيف ريباوند، اسماعيل كريم زينون لهايك، اسماعيل لامير، حلو من امير لكن ما بيسجل. علي منصور بيعمل ستيل مره جديده، علي منصور بقى سبع ثواني يتصرف. خطا، نشوف خطا على مين، خطا على اللاعب رقم 8 مجد عربشه. طبعا نقطتين لمجد مباراة اليوم و علي منصور. وايضا من ناحيه الوحده عم يتحضر الدخول عبد الله الحلبي، بيدخل بدلا من مجد عربشه. كمان مره جديده علي منصور على الفري ثرو، كان سجل وحده من اثنين. بلال طباره
خروج امير سعود ودخول بلال طباره. كبر الروتيشن كثير كوتش احمد يموت، صاروا تقريبا 9 لعيبه لاعبين باول كورتر. طبعا مباراه تحضيريه، لكن الرياضي ما بيقبل خساره حتى ماتش ودي. هلا اكيد اذا هو بيقبل جمهوره ما بيقبل. صحيح، هون 2-2 لعلي منصور، صابر رسيدو 3 نقاط بفارق 6 25 سنة. لنشوف جومر براون بدفع عليه علي منصور. جومر براون، عبد الله الحلبي لحموي، حموي بيلعب على اسماعيل، مرة رائع اسماعيل وهايك بلال طبارة، فاست بريك وتورن اوفر، تورن اوفر على النادي الرياضي. ايزاك بانكس بيدخل بدلا من اللاعب الباشي. اخر 7 ثواني نشوف كيف رح تنلعب. عمر ادلبي، عمر للحموي، حموي جومر براون بيطلع على السله، جومر براون بحصى على خطا من بلال طباره وتسديدتين، يعني خطا ما بدي اقول قله خبره بس انه كيف يتفاداه. ما الغلط بتصير راوي، مثل ما صار التورن اوفر كمان الخطا بيصير. سو رياضي عم بيقدر يخلص او رح يقدر يخلص، يا بي يعني ما بيسجل اولى، بدنا نشوف الثانيه، يا بخمسه يا بست نقط. جومارو براون بيسجل، اذا نهايه الربع 6 نقط طبعا جومارو براون صار برصيده. الربع الاول بتقدم نادي الرياضي بيروت بنتيجة 23-18. كوت جورج يعني كان بلش كوتش مروان بأجنبي واحد، رجع دفع باثنين. قراءتك لأول ربع؟ الرياضي فرض سيطرته أكيد هجوميا ودفاعيا. بنص تاني كورتر قدر وسع الفريق، لكن طلب تايم اوت كوتش مروان، وبعد التايم اوت قدروا الوحده السوري يعملوا كومباك، لكن هيدي الكومباك ما كانت كافيه انه يعدلوا المباراه. التاثير الاكبر للفريق الوحده السوري اكيد الفري ثروز، وحده من 7 عن الفري ثرو والريباوندز. فريق الرياضي استطاع انه ياخذ 13 ريباوند بينما الفريق السوري اخذ 5 ريباوند. بعد ما تبقى فريق السوري متفوق بالفيلد جولز على فريق الرياضي ب 63% مقابل 35%. فريق الرياضي منه شايط منيح ابدا اوفرول، وبعتقد الفريق السوري ما عم يقدر يتحرك منيح هجوميا، لانه فريق الرياضي عم بيغير دفاعات فرض سيطرته وقدر يعطيه الشوطات اللي هن صعبين. إذا لحظات وبنطلق الربع الثاني. طبعا كل عم يحضرونا حاليا عبر صفحة الاتحاد اللبناني لكرة السلة وأيضا صفحة النهار، تحياتنا لكم مجددا. نهاية الربع الأول بتقدم رياضي بيروت بطل لبنان على الوحدة السوري، بطل سوري بنتيجة 23-18. معي زميلي والمدرب جورج عقيقي لنحكي نحن وهي اكثر عن المباراه. علي منصور لدفاع، عبد الله الحلبة على الدفاع، وائل عرائجي عم يدافع عليه، عمر ادلبي، وائل العرائجي بيروح على الباسكت، عرض لوشت من حموي، وائل عرائجي هون، براون بيروح على الباسكت، جومر براون وما بيسجل، وتورن يعني ما قدر يعمل كنترول علي منصور مثل ما بيقولوا، عم يطلبها له علي، هو حطها برا عم يطلبها له علي منصور. جومر براون 6 نقاط مرات اليوم لهلا جومر براون. حلبي لبانكس، عمر ادلبي، عمر حموي، ارك 3 بوينت للمره الثانيه، الحموي ما بيسجل، ريباوند لامير، علي منصور، علي لوائل، وائل عرقجي بيخسر الكره، عمر ادلبي بيروح على الفاست بريك، عمر ادلبي ودنك عمر ادلبي ولنقاطه ادلبي، الفرق عم يتقلص بعد وقت المفد بجو اللقاء. عبد الله الحلبي
عم بيدافع علي منصور كيكانوفيتش هايك اكلي 3 بوينت هايك بيضرب بيسجل هايك توليسيتو الاولى لهايك واولى نقاطه لهايك بيختار اكلي 3 بوينت حدا غير دفاعاته كوت جورج لا ابدا بعدهم اثنيناتهم مان تو مان وبعدهم اثنيناتهم عم بيعملوا سويتش فروم 1 تو 4 عم تشوف وائل كان بده يعمل ستيل وهون ستيل من هايك ذكي كثير هايك بيعمل كنترول على الكره هايك رائع هايك خمس نقاط مقاتله لهايك وعم بوسع الفير ل 8 28 20 اذا بنلاحظ راوي هايك مخفف وزنه اقل شيء 7 8 كيلو يعني اذا لاحظنا ستيل والسله اللي حطها هايك صار لنا زمان مش شايفينها كريدت كثير كبيره للفريق اللي عمله هايك اكيد صحيح عم نشوف وزنه نازل وائل عراجي بروح على الباسكت وائل عراجي حلو كتير هيدا هو وائل عراجي الرابع نقاط لوائل عراجي 30-22 وكنا شفنا سلة للفريق السوري قبل لحظات وائل عراجي على الفري ثرو وائل عراجي ايضا بيسجل خمس نقاط لوائل 31-22 جومارو براون عم بدفع عليه علي منصور جومارو براون عمر ادلبي اركل 3 بوينت الحلبي اركل 3 بيسجل على البورد للمره الثانيه كان سجل قبل بلحظات شريف وهلا المره الثانيه على البورد ثلاثيته الثانية وائل عراجي الفرق عم ينزل لستة وائل بروح على الباسكت وائل كيكانوفيتش بيلعب على الحموي وأيضا متابعة هجومية من علي منصور تبقى الكرة مع الرياضي 10 ثواني لوائل يتصرف عم يدافع عليها بانكس وائل عراجي على من الكل كان ما بيسجل الريباوند بانكس حلبي على الفاست بريك هايك حلبي كتير خمس نقاط لعبدالله الحلبي فينش مميز من عبدالله الحلبي خمس نقاط أيضا ورا بعض والفرق منزل لأربع نقاط سبع دقائق وعشر ثواني عن نهاية الربع الثاني كوت جورج مباراة سريعة مباراة فيها كل شيء تايم أوت لكوتش أحمد يمود بغير طبعا احمد كوتش احمد فران شو ممكن يقول كوتش احمد يمود بهاللحظات اكيد كوتش احمد يمود بده يحاول يروق فريقه على الاوفنس لانه بمطارح عم ياخذوا سيلفش ديسيجن او عم يلعبوا الوان اون وان اكثر من السيت بلاي مثل ما لاحظنا باول كورتر بس كان الطبط الرياضي عم تبرم ضمن سيت معين او ضمن سيستم معين كانه عم بيقدروا يخرقوا دفاع الوحده السوري وعم بياخذوا الايزي باسكت بينما لاحظنا باخر 2 3 سيكونس صاروا اوفنسيفلي كانوا ضايعين مش كانوا ضايعين بس كانت عم تنلعب 1 اون 1 وما كانوا عم بيقدروا يحطوا السله سو بعتقد بده يرجع الامور لنصابه he will try to organize the offense وبده يجرب اكيد يرجع يعمل الستوبس اللي لازم يعملهم ويكون رايق على الاوفنس طبعا احنا موعودين بمباراة مميزة حتى بوصل حيلتقوا الفريقان مع بعض ضمن دورة وصل طبعا اتحاد البنية لكرة السلة اللي كان اليوم اصدر تعميم مع انطلاق الدوري ب 18 الشهر الحالي دوري البنية لكرة السلة خليني اقول كمان اللي كل عم يحضرونا حاليا عبر صفحة الاتحاد اللبناني لكرة السلة فالبي وعبر صفحة النهار عبر فيسبوك الرياضي بيروت متقدم 31-27 على الوحدة السورية بطل سوريا مباراة مميزة طبعا الفريقان عندهم صولات وجولات بالملاعب الآسيوية والعربية اثنيناتهم قدروا يربحوا بطولة آسيا عودة للمباراة عمير سعود عم يدفع عليه جومارو براون وائل عراجي وائل يلعبها لكيكانوفيتش عم يدافع الحمو كيكانوفيتش بيسجل عم بدين كيكانوفيتش يعني لو الحمو مثل وكب حاله على الارض كان اخذ اوفنسيف فاول بتصور لا منه مثبت جسمه الحكم كان واعي كثير لهذا الموضوع وقدر شافه انه كانت فلوب كايند اوف فلوب من الحمو جومارو براون
مدافع عليه كريم زينون، جومارو براون حلو كتير لكن ما بيسجل، حتى كريم ضايقه الديفنس. كريم زينون ثاني سكاكيني مش مركز مع كريم، بروح على الباسكت. حلوة 8 نقاط لبراون، 8 نقاط لبراون. عم تشوف وائل عرقجي عم يدافع عليه عمر ادلبي. وائل كيكا، وائل عرقجي، سكاكيني على الكثيبون، ثاني سكاكيني بيسجل على البون. سكاكيني 5 نقاط لسني. رد لهم اياها على البورد سكاكيني. بعد عنده وحده الرياضي ثاني. براون دفع عليه كريم بانكس على الكثيبون، بانكس ما بيسجل، ريموند لامير، امير لكريم، فاست بريك سريع. سكاكيني بس على خطأ، الخطأ على عبد الله الحلبي. تسديدتين للسكاكيني، تسديدتين. 5 دقائق و24 ثانية على نهاية 36-29. 5 نقاط لسني اللاعب الفلسطيني بصفوف النادي الرياضي بيروت، عنده صولات وجولات بملاعب الصين، الفلبين، الأردن، بسجل أولى. ست نقاط لسني. سبع نقاط لسكاكيني. جومارو براون، بانكس، عزك بانكس، عمر ادلبي، عمر هارك 3 بوينت ما بيسجل. جومارو، امير سعود يحاول ينقذ الريباوند لكن كرة بتضل. براون، براون بيروح على الباسكت، مطالبة بخطأ لكن وائل عرقجي للسكاكيني تحت الباسكت، ايضا بتعرض لبلوك شوت والكرة بتضل مع النادي الرياضي. 16 ثانية بانتظار قرار الحكم، نشوف اذا هتبقى مع الرياضي ولا مع الوحدة السوري. كرة مع الوحدة السوري اذا. 29 29-38 خروج عبد الله الحلبي ودخول مجد عربشة. حلبي كان سجل 5 نقاط قبل خروجه. جومارو براون، براون لعبه عربشة، براون دفع عليه كريم، ممتاز ممتاز دفاعه لكريم، ممتاز اضطر دفع براون ليرتكب تورن اوفر. وعم تشوف عم تحضر للدخول ايضا شريف، شريف قلاش عم تحضر للدخول. سكاكيني لامير، امير سعود يطلب الخطه. امير لنشوف كيف راح تكون هاك 3 بوينت، لا لكيكانوفيتش عم يعطيها. كان اعتبر عم يعطي خطأ على الحموي، واعتبر امير ما عم بيسدد، عم يعطي تمريره لكيكانوفيتش. اوت اوف باوند، ما في تسديدتين. 29-38 4 دقائق و25 ثانية على نهايه الربع الثاني. كيكانوفيتش عم يلعب على الحموي، كيكانوفيتش خطأ، خطأ قاسي من عبد الوهاب حموي. خطأ قاسم الحمو على كيكانوفيتش.
نشوف قرار الحكام. شوف خطا عادي بتعتبره صح كود جول؟ لا بعتقد ان سبورتسمان، لعب على الجسم ما لعب على الطابه بعتقد. طبعا المدرب مروان خليل عم بيطالب ب فاول. قبل هاللقطه كيكانوفيتش سجل الاولى، سبع نقاط لكيكانوفيتش، ما بيسجل الثانيه. طبعا الجهاز الفني دعم من الجهاز الفني السوري. اذا عن نادي الرياض بتبقى الكره، وائل سكاكيني، وائل عراجي بيعمل كنترول، بقى خمس ثواني. وائل امير اركيس ريبوند اخر ثانية، امير سعود ما بيسجل الريبوند لايزك بانكس. ماجد عربشة هابو او عبد الوهاب حموي، عربشة شريف تورن اوفر، هزكي كريم زينون، جديد كريم زينون ونقاط جديد، خمس نقاط لكريم زينون وتايم اوت للمدرب مروان خليل. 41-29 كوت جورج. كريم زينون عم يعمل شغل دفاعي كبير ان كان مثل على مثل العاده راوي، مثل العاده كريم زينون عم بيدافع على اهم لعيب بالفريق السوري، عم بيقدر يحط ضغط كثير كبير عليه، عم بيجبره بالتورن اوفر. صار في تسعة تورن اوفر على فريق الوحده، ستة لفريق الرياضي، ومثل ما قلت لك الفاست بريك هن عم بيعملوا كل الفرق عن فريق الرياضي. برايك خروج الحموي حيكون مضر بهاللحظات لفريق السوري؟ له الادفانتجز والديز ادفانتجز راوي، يعني مع الحموي اكيد بيحمي لهم سلتهم على السات اوفنس، بس ببطئ لهم هجومهم على السات اوفنس. اذا فات حدا بيركض اسرع من الحموي، بيدافع بنفس الانتنسيتي، يمكن ما يكون هالريم بروتكتور يلي بيحمي لهم السله 100%. بعتقد بيكونوا شوي عم بيقدروا يركضوا مثل الرياضي، وبيقدروا يجرون بالفاست بريك وبالترانزيشن ديفنس. طبعا الفائز حكينا خبر كل عم يحضرونا حاليا، عم يشاهدونا عبر صفحه الاتحاد لبنان لكره السله اف ال بي وصفحه نهار عبر فيسبوك. الفائز مباراه اليوم بيكون هو بتصدر المجموعه الثانيه، وراح يلعب بنص نهائي مع نادي الانترانيك بمباراة الأولى بالنصف نهائية. طبعا الوحدة السوري هو بطل سوريا 10 مرات، وبطل كأس الجمهورية السورية 8 مرات، وبطل السوبر السوري مرتين. هلأ بعد شوي أحكيكم عن نادي الرياضي بيروت، لكن نرجع لأجواء المباراة. مجد عربشة نشوف بعد التايم أوت كيف رح يكون شكل الفريق السوري. شريف ايزك بانكس عم يدفع للسكاكيني، ايزك بانكس بتحسع على خطا من السكاكيني. نشوف اذا نو باسكت او باسكت من برا. شريف عمر ادلبي، عمر ادلبي بيروح على الباسكت، الادلبي بيتعرض للبلوك شوت من كيكانوفيتش، بروح فاست بريك نشوف اوت. كرة بتضل مع نادي الرياضي، كانت محاولة ستيل من عمر ادلبي، وهلا رجع عم يدافع عليه شريف، امير عم يدافع عليه عمر ادلبي، سكاكيني بروح على الباسكت، سكاكيني بيحصى على خطأ، الخطأ من ايزك بانكس.
خطأ الثاني على ايزك بانكس، فرصة للسكاكين انه يسجل او يزيد رصيد نقاطه ورصيد فريقه لاكثر من 41، ومسجل 7 نقاط لحديت هلا. سكاكيني بسجل 8 نقاط لثاني. ثمانية نقاط للسكاكيني، فرصة ليصيروا 9 وتسع نقاط لثاني سكاكيني. خروج ثاني ودخول هايك، دخول اسماعيل احمد وخروج كيكانوفيتش. وعم تشوف من ناحية الوحدة السورية دخول غيث، طبعا اللاعب ميشيل غيث، وخروج جومارو براون. شريف اجانب الوحدة ما بيقدروا يتحملوا مثل ما بيقولوا مسؤولية الجيم. عم بيحاول كوتش مروان يدفع بلاعبته اللوكلز كلهم، يجرب يستفيد منهم كلهم، يحاول يقتل، يحاول يرجع للمباراة. بينما هايك عم بيرجع بيضرب من اول وجديد، اول ما دخل طبعا 3 نقاط. صحيح هايك عم بيسجل نقطته الثامنة، ومثل ما قلت كوت جورج مبين الشغل يعني بعد كأس العالم، وبكأس العالم اللي عمله ضعف بعد الإصابة رجع كثير شغل على جسمه هايك. حموة وأيضا وائل عرقجي، إسماعيل أحمد، كرة ضايعة بين عمر قطبي ووائل، كريم زينون، كريم لأمير، إسماعيل أحمد ارك 3 بوينت، بيعمل فيك اسماعيل لهايك، هايك لوائل، ارك 3 بوينت، وائل عرقجي بيسجل ايضا، وائل عرقجي نقطته الثامنه، والفرق عم يطلع على 20 نقطه، 49-29. مجد بيحصى على خطا على وائل عرقجي، قدر يستوعب الفوره السوريه. فريق الرياضي، فريق الرياضي ما بيرحم راوي، بس يحس حاله داون دغري بيعمل الكومباك تبعه، بيحاول يعمل الكومباك بالرواء اللازم، بس ياخذ تسديده او اثنين ينجح فيها بصير عنده ثقه زايده، الثقه بتتوزع على لعيبته كلهم، وبلش الكل اذا بتلاحظ يسدد ويسجل، بتبطل موقفه على عيب واحد، بصير الكل عنده كونفيدنس بالشوطه، وهذا الشيء الحلو بفريق الرياضي. عم نشوف كنا كمان مجد عم بيسجل الثانيه ايضا، أربع نقاط لمجد عربش. عم شوف بلال طبارة عم يدخل كمان على أرض الملعب بدلا من أمير سعود. دقيقة و 39 ثانية عن نهاية الربع الثاني، سجل الأولى 3 نقاط لمجد، واحدة من اثنين. بلال طبارة، كريم زينون، ارك 3 بوينت، كريم زينون ترجع الكرة، عمر قدلبي، مجد، حموة تحت الباسكت، حموة بس على خطأ من اسماعيل لكن ما بيسجل. قطع على اسماعيل احمد، خطا الاول على اسماعيل، عبد الوهاب، رابع نقطه لعبد الوهاب، كان سجل ثلاثيه وهذه نقطه الرابعه. ما بيسجل الثاني، كمان واحدة من اثنين، 32-49، فرق 17 او 31-49. اذا بيسجل رائع اسماعيل، رائع، اولى نقاطه بالمباراة. اسماعيل احمد، علي منصور كمان،
بيعطي اسماعيل، بيسحط اسماعيل، كرة بتروح غيس، وايضا هو اللي بيسجل ولا يعطوا مرات ميشيل غيس. هايك بيخسر الكرة، هايك علي منصور، كريم لهايك، ياخذها هايك، مرات كبيرة لهايك، 10 نقاط لهايك، 33-53، 10 نقاط لهايك مرات اليوم. اخر ثواني الربع الاول، كثير حلو الباس وخطا من منصور، كثير حلو الباس من مجد عربشة لميشيل غايس، ارون هاريسون اللي ما شفناه مرات اليوم، ارون هاريسون حتى منه على مقاعد البدلاء. هلا بركي بنسال احمد يموت او مدير فريق وليد يموت لفي صرح غايس بيسجل اولي، 3 نقاط لغايس، 1-2. ايضا علي منصور بقى ثانيتين، ثاني اذا نهاية الربع الثاني بتقدم نادي الرياضي بيروت بنتيجة 53-34 على فريق الوحدة السوري. كوت جورج قراءة سريعة بأول ربعين، سيطر بكافة مجالات فريق الرياضي، فري ثرو 16 من 18، 3 بوينتس 5 من 9، 55%، مقابل 4 من 9، 44% لفريق الوحدة، من كافة المسافات 16 من 33، 48%، مقابل 13 من 26، 50% لفريق الوحدة. لكن فريق الرياضي مسدد أكتر، يعني أكيد نسبة الفريق السوري 50%، بس الفريق السوري مسدد على السلة 26 مرة، فريق الرياضي مسدد، وهذا الشيء اللي بيخليه يعطي الادفانتج اكزاكتلي بالنقاط. الفري ثروز نسبه كثير منيحه اليوم للفريق الرياضي، 16 من 18، مروح بس 2 فري ثروز بنسبه 88%، بينما الفريق السوري نسبه 30%، 4 من 13، وكمان ما بننسى 23 ريباوند للرياضي، 12 للفريق السوري. نشرك كوت جورج، انا وياك رح نرتاح، والمشاهدين طبعا لعشر دقائق بعدها بنرجع للربع الثالث من مباراة الرياضي بيروت والوحدة السوري. خليكم معنا عبر صفحة الاتحاد اللبناني لكرة السلة اف ال بي والنهار، 10 دقائق وبنرجع لكم.
اذا نحن معكم مجددا من قاعه سانتر ديميرجيان بالنقاش. نهايه اول ربعين من المباراه، تقدم يمكن مريح الى حد ما لفريق الرياضي، بس في شغلتين مهمه. اول شيء غياب الكوتش احمد فران المباراه، كان موجود على المدرجات وفجاه راح، صار في معه شيء شخصي يعني، الحمد لله ماشي مهم، بس اضطر يترك لسبب شخصي يعني، الحمد لله ما في شيء مهم، وان شاء الله تشوفوا ماتش الجاي هون اكيد. يعني شيء عائلي. شيء عائلي بس الحمد لله ماشي. ان شاء الله بنتمنى له الخير اكيد له ولعائلته. كمان ارن هاريسون طلع كثير حكي عن انه خيدر فجاه بسبب الظروف بسبب الاوضاع، شو حقيقه هذا الموضوع؟ الحقيقه انه صار في اتفاق بينه وبين الجهاز الفني وعلى اساسه مع الاداره، صار في مثل اتفاقيه انه ما يكمل معنا، بنتمنى له كل خير. له ولا حاله الفريق ولا الفريق يمكن كان متوقع منه اكثر، بس صار في اذا بدك مثل تسويه بينه وبينه وكمل مشواره السنه مع غير فريق. البديل هلا صار جاهز يعني، صرت مفاوضات متقدمه مع البديل؟ في كم اسم عم ينشغل عليه بس بعد ما في شيء نهائي. يعني امتى بتنحسم من الامور خصوصا انه البطوله قريبه؟ ان شاء الله قبل ما نبلش البطوله ان شاء الله. يلا جود لك. تمام، ثانك يو لك. لكن مثل ما استمعنا لامين سر نادي الرياضي بيروت تمام جارودي عن غياب الكوتش احمد فران بسبب ظروف عائليه طارئه، كان موجود هون على المدرجات قبل المباراه واضطر يغادر، وارن هاريسون يلي صار في اتفاق سيتلمنت بينه وبين اداره الرياضي ليغادر، واكيد الرياضه حاليا مفاوضات مع لاعب اجنبي ثالث الى جانب اللي ينضم لتشكيله الرياضي. ثانك يو لكم، ومنتابع مع زميلنا راوي سيبا والكوتش جورج عيين. يعطيك الف عافيه زميلنا نمر جابر. طبعا كنا عم نسمع تمام الجرودي امين سر النادي الرياضي بيروت عم بيوضح اسباب غياب المدرب احمد فران وحتى غياب الاجنبي ارون هاريسون. طبعا 10 دقائق جداد هنشوف اذا الرياضي حيكمل سيطرته على اجواء المباراه او نادي الوحده السوري حيقدر يعمل كامباك ويرجع مباراة. طبعا هيدي المواجهة حتشوفوها عدة مرات هيدي السنة، نفس المجموعة بيوصل ويمكن يلتقوا يرجعوا بنهائي دورة انترانيك. اذا انطلاق الربع الثالث، بانكس متخطى كيكانوفيتش، بانك بسجل، عايزك بانكس ولا نقاطه باللقاء. علي منصور عم يدافع عليه جمار براون، علي منصور كاد يخسر الكره، والعراجة اكل 3 بوينت، والعراجة ما بيسجل، ريباوند لمين؟ نشوف الكره بتروح للنادي السوري، الوحده السوري. رجع صار معي كوتش جورج عيقي، كان ملتهي كوتش جورج، سنيبس تشيبس هي ضيعته، عم تشوف ستيل علي منصور، ونقطة ثانية جداد لعلي منصور، 5 نقاط لعلي منصور بالمباراة. جومارو براون، جومارو، ايزك بانكس لجومارو، براون بروح على الباسكت بحصل على خطأ، الخطأ نشوف اذا على كيكانوفيتش، على مدين كيكانوفيتش. الخطأ الأول على علم الدين كيكانوفيتش. جومارو براون، ما قلنا لك الحمد لله على السلامة راوي، كان صار لك 3 أيام مريض وما قدرت جيت، كنت معنا، كان محلك زميلنا علان كرم، سو بدنا نرجع نقول لك الحمد لله على السلامة. تحياتنا لعلان. جومارو براون بسجل 2 من 2، مين قال لك كنت مريض؟ علي منصور، كيكانوفيتش، كريم زينون، ساني ساكاكيني بيعمل فيك بيخسر الكرة، تروح فاست بريك براون وبيسجل براون، 12 نقطة لبراون،
سكاكيني كان ارتكب التورن اوفر. وائل عرقجي. وائل حلو كثير الباس يا وائل. كيكانوفيتش ما بيسجل. عم يتحضر للدخول محي الدين قصبلي بدلا من عبد الوهاب. عبد الوهاب الحموي بسجل اولى كيكانوفيتش. من نقاط لكيكا مورات اليوم. والثاني ايضا بسجلها 9 نقاط 2-2. فرصه لنادي الوحده يقلص الفارق. ايزاك بانكس. بانكس قصبلي ارك 3 بوينت هالمره علي منصور. عم تشوف كوتش مروان عم ينفعل على البنش. ثاني سكاكيني والعرقجي. وائل بيروح على الباسكت بس على خطأ ما بيسجل. طبعا كل تحياتنا لجمهور الوحدة السور اللي عم بتابعنا عبر صفحة لحد 2 لكرة السلة وعبر صفحة النهار. طبعا الوحدة السوري اللي قدر يربح الدوري السوري الموسم الماضي على فريق أهلي حلب بعد ما كان فريق الأهلي عنده الهوم كورد أدفانتج والتقدم بالأرض يقدر يقلبها ويربح النهائي مع أمير سعود وكوتش مروان خليل. وائل عرقجي عم بيسجل كان 2-2. وائل عرقجي نقطته العاشرة وجام بول. ايزاك بانكس عم تشوف انفعال كوت جورج. تغيير دفاعي ما في بعد مع انطلاق اول ربع. ان كان مدرب مروان خليل او حتى مدرب احمد بعده على نفس الدفاع مع نهايه الربع اللي خلصوا الثاني. لا راوي بعدهم هن ذاتهم دفاع رجل لرجل دفاع مان تو مان. حاول يعمل كومباك. حاول عفوا فريق الوحده السوري يعمل كومباك لكن قدر يستوعبها فريق الرياضي بجود ديفنس. ستيل من علي منصور وهلا اخذ الفاول. وائل عرقجي قدر يسجل منه تو فري ثرو. ثاني سكاكيني. وائل علي منصور شريف العش. شريف سبعة. وايضا ستيل جديد وبيسجل هالمره وائل عرقجي. اعتذر منكم على الصوت.
بعد شوية صوت، لكن وائل عراجي عم بيسجل نقطه 12 بهاللحظات، وعم يرفع الفارق ل 23 نقطة 63-40. وتايم اوت سريع للمدرب مروان خليل. قدر فريق الوحدة السوري كوت جورج يرجع؟ لا ما قدر يرجع من الخمسة، قدر يعمل كومباك صغير بس من ال 55-40 طلع الفرق ل 63-40، عمل 8-0 ران فريق الرياضي، وسع الفارق صار أكثر من 20 نقطة. وبالوقت الحالي بعد في 6 دقائق ونص، إذا في حال فريق السوري بده يضل بأجواء المباراة، هيدا الوقت هيقدر يقلص الفارق exactly ليوصل على القليلة للعشر نقاط بلس أور ماينس، وإلا رح تفلت المباراة من إيده وما رح يقدر يرجع لحق بالكورتر الرابع. طبعا مثل ما كنت عم أقول لكم، رح نحكي عن نادي رياضي بيروت اللي هو بطل آسيا مرتين عوام 2011 و2017، وهو بطل العرب خمس مرات 2005 2006 2007 2009 و2010. ايضا هو بطل لبنان رقم تاريخي 31 مرة، بطل كأس لبنان اربع مرات، بطل غرب آسيا خمس مرات، بطل دورة دبي 8 مرات 2005 2006 2008 2009 2013 2015 2019 و2023. طبعا تاريخ النادي الرياضي، والنادي الرياضي من اعرق الأندية اللبنانية والعربية والآسيوية اذا ماني غلطان، هو تاني اكثر نادي عربي محقق لبطولة العرب بعد الاتحاد السكندري. وطبعا خلينا نرجع للمباراة واجواء المباراة. جومارو براون، ايزاك بانكس ميديستانس، بانكس ما بيتسجل، ريبون على منصور، وائل عرقجي، كيكانوفيتش تحت الباسكت، كرة تورن اوفر ترجع للفريق السوري. ماجد عربشة، جومارو براون، شوف كريم ما عم يتركه، بيحصل على خطأ ما بيسجل، تسديدتين، الحكم بيقول لنشوف في اعتراض، تسديدتين لجومارو براون، سجل 12 نقطة براون مباراة لهلا، هذا ثالث خطأ على كريم زينون، ثالث خطأ على ساني ساكاكيني. متحضر أمير سعود للدخول أيضا هو وهايك، فبيسجل الثانية جومارو براون، 13 نقطة 14 نقطة دخول هايك، فأمير سعود بدلا من علي منصور وكيكانوفيتش، بينما من ناحية السوري خروج ميشيل غيس وشريف العش، ودخول طبعا عمر إدلبي، واللعب طبعا الباش أمير سعود لوائل، وائل كريم سكاكيني، ده ساعة خطأ من الباش بعد دخوله، يعني بيلعبوا بأجسامهم، بيلعبوا طريقة دفاعية آسيا الفريق السوري. ممنوع تحط السلة روي بطريقة سهلة، دائما يا بده يكون في خطأ ما يخليك تحط الأند وان مع الخطأ، أو بدها تكون سلة صعبة تشوطها، دائما في طفشات ضد الفريق السوري. كان معروف على الأندية الجزائرية والتوانسي بيلعبوا هالنوع من الدفاع، هلا عن جديد حتى الدفاعات السورية، نحن يعني نعرف الوحدة 2002-2003 كانوا يلعبوا كرة سلة مميزة وجميلة، هلا اتغير هيك مثل ما بقول هويتهم لدفاع آسي. جزائرية معروفين كوت جورج، أكيد جزائرية تونسية المغاربة إيفن، بيلعبوا بطريقة كتير قاسية كتير طاف، وحاليا كمان عم نشهد الباسكتبول السوري عم بيكون بهالقساوي يلي سبقنا وشفناها مع هول الفرق. نشوف السكاكيني كان حاول ياخد تسديد على كي ثري بوت ما بيسجل، بانكس على كي ثري بوت بيرد
ايزك بانكس ايضا ما بيسجل ريباوند لهايك. هايك على الريباوند وائل عرقجي. وائل كريم هايك ثاني كريم زينون ثاني سكاكيني. كثير حلوه اللعبه كثير حلوه كريم زينون وسكاكيني. نقطة ال 11 لسنيم براون بحصى على خطأ. الخطأ على وائل. الخطأ الثاني على وائل عرقجي. سجلتين لجومار براون. 14 نقطة براون. مباراة اليوم كمان الطابات كثير عم تتغير طبعا ورا الرطوبة. هيدي الطابة الجديدة كوت جورج رح تستعمل بالدورة. نعم هيدي الطابة الجديدة للسنة. بعدنا سبولدينج بس نقشة جديدة. طبعا كان في مطالبة من تغيير الكرات وهيك ولا ما سمعت فيها ولا سمعت فيها ولا أنت مع؟ لا لا ما سمعت فيها بس أنا مع إنه نلعب. أنا شخصيا عم بحكي وين ما نروح البلدان العربية بكل البطولات الخارجية عم نلعب بالمولتن. سو انا شخصيا مع انه لعيبتنا سبيشالي لعيبه المنتخب يتعودوا على المولتن. سكاكيني امير امير سعود عم يتحضر الدخول من ناحيه الوحده. عبد الله الحلبي عرقجي هايك كريم مقطوع الكره براون قطع الاول على الثاني. حلو كثير حلو كثير هاللعبه جومارو براون وسله حلوة للباش ولنقاطه. 46-67 4 نهاية الربع الثالث. حلوة كتير يا أمير حلوة كتير يا أمير. أمير سعود نقطه الخامسة. آيزك بانكس عم دفع عليه هايك. آيزك بانكس عم نشوف التحسن الواضح عند هايك بجسمه مثل ما قال كوت جورج. سكاكيني الكرة مقطوعة. تبديل عبد الله الحلبي بيدخل وبيخرج مجد عربشة. هايك يروح على الباسكت. هايك بيرجع بيعمل اوفنسيف ريباوند. هايك ثاني ثاني بيروح على الباسكت بيحصى على خطا. سكاكيني 11 نقطة مباراة اليوم. سجل سكاكيني نقطة 12 ايضا ما بيسجل واحدة من اثنين جومارو براون. 46-70 عبد الله الحلبي جومارو براون بانكس الباش ميديستانس ما بيسجل الباش. وائل عرقجي امير سعود امير سكاكيني ميدرين شوت. سكاكيني بيسجل 14 نقطة لسني. جومارو براون بيقطع سريع سريع. جومارو بيحصى على خطأ خطأ على وائل. خطأ الرابع او الثالث لنشوف ما بدي استعجل. ثلاث أخطاء على وائل ثلاث أخطاء على وائل عرقجي. إيتانيا ثلاث ضايع نهاية الربع الثالث. كوت جورج ما في تغيير رياضي بعده فارض التامبو تبعه هويته ما قدر يقدر الفريق السوري يرجع على جو المباراة. ممكن مع دخول حمو بالربع الأخير يغير هالشي ولا صعبة؟ أنا بقول صعبة أكيد. خلص لقط فريق الرياضي ديفنسيفلي وأوفنسيفلي. عرف نقاط القوة بالفريق السوري وعم بيعرف نقاط الضعف بدفاعهم. سو على هالاساس عم بيلعب وقت اللي لازم يسرع
عم بيسرع الجيم، وقت لازم يبطئ كمان عم ببطئ الجيم، يلعب اللونج اوفنس بيقدر يستفيد منها للاخر. نشوف اذا دخول اسماعيل احمد مره جديده. امير سعود خطا، جمارو براون، خطا الثالث على جمارو براون، تسديدتين لامير سعود، خمس نقاط لامير. مباراة اليوم امير سعود اللي سبق له وقدر فاز، ست نقاط لامير مع الوحدة السوري بلقب الدوري الموسم الماضي بعد فوزهم بالنهائي على نادي الاهلي الحلبة بالنهائي. امير بسجل الثاني ايضا، سبع نقاط لامير. جمارو براون هالمرة الثاني بيسرق منه الكرة، علي منصور ممتاز، اسماعيل لهايك، هايك ممتاز، ممتازة هاللعبة، 12 نقطة لهايك. جمارو براون ادلبي لبراون مرة ثانية، ارك بيعمل الغط، اذا تحت السلة ايزك تورن. نشوف اذا لا الكرة بتضل مع النادي الفريق السوري بشكل تقنية هيك بسيطة عم نواجهها. شو يا كوتش قلي؟ طبعا عمر ادلبي ووكينج علي منصور كثير حلوة، كثير حلوة هاللعبة من علي منصور والطبارة أولى نقاطه بالمباراة طبارة. جمارو براون عبد الله الحلبة، عمر ادلبي، عمر بيروح على الباسكت، عمر ادلبي ما بيسجل الريباوند، جمارو براون على الثري بوينت، براون بيسجل نقطه 17 طبارة، وبيسجل ايضا بلال طبارة، اربع نقاط متتالية لبلال. عمر ادلبي، عمر الباش، ايزاك بانكس بيسجل ايضا نقطة الرابعة على البنك، هايك اخر ثواني الربع، حلو كتير الباس يا هايك لاسماعيل، استعراض اسماعيل طبارة، ارك 3 بوينت
بلال طبارة ما بيسجل، كرة سريعة وتورن اوفر سريع على فريق الوحدة السوري. اخر 30 ثانية من عمر الربع الثالث، دخول شريف العش. طب علي منصور، علي منصور، امير هايك اكل ستريب، لا ما بيسدد هايك. امير سعود باقي 7 ثواني. امير سعود حلو كثير الباس، حلو كثير غير سكند زادوها بال باقي 6 ثواني. نشوف ايزك بانك تسعى الخطا من امير. الخطا الاول على امير سعود، ما بيسجل بانكس. 4 نقاط بس بانك مورات اليوم عكس جومارو براون 17 نقطة. ما بيسجل ثاني ايضا، باس طويل على منصور، تورن اوفر. اذا نهاية الربع الثالث بتقدم فريق الرياضة بنتيجة 80-53. ربع اخير مثل ما رايح الامور، طبعا نصف نهائي حيجمع بين الرياضي بيروت والانترانيك، بينما من الناحيه الثانيه الوحده السوري والانطونيه. طبعا الرياضي بيروت اللي كان بلش مباراته بدورة الانترانيك فوز على المباراه الاولى طبعا بنتيجه 104-77، بين ربح عن اسايب مباراة تانية بنتيجة 92-75، بينما الوحدة السوري حقق ايضا انتصارين على ميروبا وعلى ان اس اي. أفضل مسجل بالمباراة طبعا لهلا من ناحية الوحدة طبعا 17 نقطة جومارو براون و14 نقطة لساني ساكاكيني. جومارو براون 21 نقطة. خليني أقول بينما من ناحية الرياضة 13 نقطة لكيكانوفيتش، 12 نقطة لوائل عرقجي، 16 نقطة لساني زكاكيني. شريف لنشوف آخر ربع من المباراة. عبد الوهاب الحموي ما بيرجع يعمل كنترول، هايك وائل لأمير. أمير ما عم بيطلع كثير من ايده، أمير اليوم تعرض للبلوك شوت. أمير بروح على الباسكت، حلو كثير من عمر أدلبي، حلو كثير من عمر أدلبي، 4 نقاط. كيكانوفيتش، أمير سعود دسع خطأ،
خطأ من شريف، تسديدتين أميري سعود. مباراة اليوم سبع نقاط، سجل الثامنة ما سجلها، هلا بسجل الثامنة، ثمان نقاط لأمير سعود. شريف حموي ارك 3 بوينت عبد الوهاب ما بسجل، ريباوند عبد البلوك شوت اللاعب عبد الله الحلبة من هايك. واضح الشغل اللي عمله هايك بعد الإصابة. أكيد راوي هايك بالتوب شيب هلا بعتقد، تكنيكلي وفيزيكلي. سو بعتقد هايك راح يكون عم بيقدم من أكبر المواسم لإله. ان شاء الله طبعا بنكسبه كمان. عم نشوف هايك مره جديده، هايك ما بيسجل، ريباوند لكيكانوفيتش، اوفنسيف فاول. كان ذكي هالمره، هابو بيحصل على اوفنسيف فاول من كيكانوفيتش. خطا الثاني على كيكانوفيتش، 55-81. ممكن برجع بقول نشوف هالفريقان بنهائي دورة انترانيك التحضيرية او البديل لكرة السلة. شريف لهابو، كرة مقطوعة، طبعا هابو اللي انتقل من اهلي حلب السنة الماضية لفريق الوحدة، من ضايع لنهاية المباراة. خروج عمر قطلبي ودخول بدلا منه أنس الحجي. وائل عراجي 12 نقطة مباراة اليوم. وائل أمير كيكانوفيتش بيلعب على الحمو، بده يلعب عليه لعبد الوهاب. كيكانوفيتش بيسجل طريقة ممتازة. كيكانوفيتش 15 نقطة لكيكانوفيتش، فريق عم يكبر. عم نشوف هابو أكل 3 بوينت، بيسجل ريباوند ل هايك لوائل عرقجي. بلال طبارة لكيكانوفيتش مرة جديدة وبيسجل. عم تشوف عم يتحضر للدخول ميشيل غايس واللاعب ايزاك بانكس. ايزاك بانكس اربع نقاط بس اليوم. كورت جورج قد الدخول ممكن لإراحة بعض اللاعبين او لا، ممكن بعده ايمن كوتش مروان يعمل نوعا ما كومباك. الفرق 27 نقطة، عم بيلعب اللاعبين الصغار، بعتقد اكيد تكبر الروتيشن لاكثر ولا اقل. ما بعتقد الربح بعده بحساباته لكوتش مروان، يمكن عم بجرب يحضر قد ما بيقدر. خلص صار ثاني بالمجموعه، بده يلعب ضد الاول، يعني ضد فريق الانطونيه، صار راسه اكيد بالسيمي فاينل ضد الانطونيه، بده يحاول يرجع يربح فريق الانطونيه تيقدر يتقابل هو والرياضي على الفاينل. كمان عم نشوف دخول اول لمروان زياده بدل من كيكانوفيتش. يمكن فريقان خلص سلموا زمام الامور، بقى تقريبا سبع دقائق فرق كبير. مثل ما انت قلت بلال طباره كان وعم بسجل الثانيه. بلال طباره انس الحجي عم يدخل لمركز صناعه الالعاب. عبد الله الحلبي عم يدافع عليه وائل. بانكس بسجل ايضا نقطه السادسه. ايزاك بانك دائما بنفس الطريقه بيروح على اليمين بيعمل الفلوتر عن البيز لاين.
هون وائل العرائجي عكس 3 بوينت بيسجل وائل العرائجي ايضا. العرائجي نقطه ال 15 بالمباراه مقابل 17 لكيكانوفيتش و8 لامير سعود و12 لهايك و16 للسكاكيني. ارقام عاليه للرياضي كله عامل نقاط حلوه. عم تشوف وائل العرائجي امير سعود امير عم يدافع عليه انس الحجي. امير سعود لهايك هايك لوائل. حلو كثير الباس لمروان. حلوه كثير اللعبه دعانا يا مروان. لعبه حلوه كانت. ايزك بانكس انس وبيسجل انس الحجي. اولا نقاطه لانس. عم تشوف وائل حلوه كثير من العرائجي دونك من وائل العرائجي. اثنين وستين اثنين وتسعين 30 نقطة الفرق. عم تشوف إذن خمس دقائق ونص على نهاية المباراة. أنس الحجي عمر إدلبي عبد الله الحلبي هون. ايزك بانكس سيبون بيسجل هالمرة. ايزك بانكس برايك ايزك مقنع لفريق الوحده لوصل ولا لحد هلا منه مقنع؟ انا برايي منه مقنع. بعتقد كوتش كمان كوتش مروان يعني شارك بهذه الدوره ليشوف اجانبه ليشوف فريقه ليشوف شو ناقصه. سو بعد عنده اجنبي بيقدر يستعين فيه يعني بيوصل 2 بلس 1. صحيح. بعتقد هيدي الدوره رح تبين وتوضح كثير امور لكل الفرق. جومارو براون سجل اليوم 17 نقطه. افضل افضل بكثير اكيد. عايزه فريق الوحده عايز حدا مثل جومري براون. بس اكيد اذا بيكون حده حدا افضل بعتقد ببين بصوره كمان احسن. عم نشوف هايك كمان اخر اربع دقائق ونص عم بيسجل. طبعا نرجع نقول دوره وديه تحضيريه للكل. كل الفرق تشوف وين نقاط ضعفها نقاط قوتها وتحسن. طبعا بكره في مباراه الساعه 6 وربع. عم نشوف هيك 3 بوينت عم بيسجل شريف. نقطه السادسه لشريف. ميدال طباره. عم نشوف ايضا دخول جهاد كريدلي عرض الملعب. جهاد كريدلي باول مشاركه له بهالمباراه. هايك باقي خمس ثواني تحت الباسكت. مروان الزيادي ما بيسجل. رجع ما دقت بر نهاية ال 24 ثانية. كمان عم يدخل من ناحية عدي حمد من ناحية الوحدة. يعني أنا وكوت جورج من شوي كهربنا. إذا سمعتوا صوت قوي كنا كبينا المايك لأن كهربنا. آيزك بان ورقاوي لاقت المايك بكيسة شيبس. مش صحيح هالكلام. اذا جهاد عرض الملعب اخر ثلاث دقائق من عمر المباراة. مباراة اللي حسمها فريق الرياضي رح يتصدر المجموعة ب وراح يلعب ضد الانترانيك الاربعة بأولى مباراة نصف نهائي. بينما النصف النهائي الثاني حيكون بين الوحدة والانطونية. هاي كثير حلو الباس. هاي هلال طبارة. بلال طبارة ما بيسجل. بانكس بيسجل هالمرة. عبد الله الحلبي طبعا بجدد. نشوف
إصابة لعلي منصور. لا عم نشوف أيضا عم يدخل عمر طبش عرض الملعب. هايك مروان زيادة هيدرين شوت مروان زيادة ما بيسجل. أيضا الريباوند عبدالله الحلبي. عبدالله مشال تحت. حلوة كتير اللعبة. حلوة كتير العش. اخر دقيقة من عمر المباراة طبعا كل انضموا لنا. ذكر انه الرياضي كمان عم يلعب بالمباراة بأجنبيان. اللاعب أرون هاريسون غادر الولايات المتحدة الأمريكية. تسديدة ثلاثية وناجحة أيضا من اللاعب عدي حمد. هذه على البورد للمرة الثالثة. صاروا 3-1. بيحبوا البورد الفريق السوري. صحيح هي أضمن بيقولوا على البورد. طبش مروان زيادة طبارة ميدان الشوت. بلال طبارة ما بيسجل. طلع الكرة أنس الحجي بيروح على الباسكت. أنس الحجي دعانا ما بيسجل. خطأ من الطبش. تسديدتين آخر دقيقة نهاية توقعاتك طبعا بدي أسألك. مباراة الخميس مباراة الأولى بالنصف نهائي رياضي أنترانيك. طبعا رياضي هو الفافور هو المرشح. مباراة الثانية وحدة السوري والأنطونية شو رأيك؟ يعني فريق الأنطونية ضد الفريق الوحدة السوري أكيد. الفريق الأنطونية شفنا أداء بلشوا شوي شوي يلقط الكامستري. شفنا أداء الأجانب بلشوا يرتاحوا مع بعضهم ومع اللبنانية. سو بعتقد حتكون مباراة حماسية ومباراة حلوة كتير. رياضة أنترانيك أكيد مثل ما أنت قلت تما نقول 80-20 رح نقول 90-100. 90 للرياضة 10 للأنترانيك الفافوري أكيد. فبدنا ننتظر ونشوف على أمل إنه فريق الأنترانيك يقدم مباراة كتير منيحة كتير حلوة. بالنهاية الرياضي بده يجرب يعمل الفرق ويريح لعيبته كرمال الفينال وأكيد يكمل بالسيستام اللي ماشي عليه إنه يقدر يركب الكيمستري قد ما بيقدر. وفريق الأنترانيك بيكتشف الأجانب عم بيكتشف اللبنانية وعم بيشوف كرمال بعدين شو ناقصه تقدر يركب. مقنع فريق الرياضي مع ساني سكاكيني ومع كيكانوفيتش مقنع لهلأ للدوري ايه؟ لتبليش للدوري اكيد. مثل ما شفنا ما كان مقنع باول مباراتين اليوم ما شفناه. سو اكيد فريق الرياضي عم بشوف حدا ثالث. وانت بتعرف راوي وكل بيعرف انه فريق الرياضي لو بلش مع هيلا اجنبي بيقدر باي وقت اذا حسه منه راكب معه يجيب غيره اكيد شيء احسن للفريق. عم نشوف كنا تسديده من اللاعب انس الحجي ممتاز. يعني كنا عم نراقب هاللاعب وايضا عم بيسجل 5 نقاط ورا بعض لانس الحجي. عم نشوف موهبه كبيره طبعا مع نهايه المباراه. أرك 3 بوينت وأيضا ما بيسجل اللاعب عمر طبش. إذا نهاية المباراة بفوز نادي الرياضي بيروت نتيجة 97-60 طبعا فوز وتصدروا المجموعة الثانية. طبعا نحن لهون بنكون وصلنا لنهاية نقلنا المباشر. ملتقانا معكم بكرة طبعا الساعة 6:15 وأيضا يوم الخميس بنصف نهائي الأول بين فريقي الرياضي وأنترانيك وأيضا الوحدة السوري رح يلعب مع أنطونية بعبدة بالنصف نهائي الثاني. بدي أشكركم أنا والكوتش جورج عقيقة. طبعا بدي أشكر حضوره. رح نكون نحن وياكم بكرة والخميس وأيضا السبت بالنهائي مبدئيا. شكرا لك كوتش جورج. ملتقى أنا معكم بأقرب وقت. شكرا وإلى اللقاء.